تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مستمعينا مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. والشعور دائما مستمعينا الأعزاء بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. واليوم مستمعينا الأعزاء، وبمناسبة اليوم العالمي للأم، ومثل ما تعرفون بأنه لا كلمات توفي بحق الأم، فالأم هي المدرسة والأم هي الصديقة وهي السند، ونقول كل عام وجميع الأمهات في صحة وعافية وفي سعادة إن شاء الله. وأيضا نقول باللهم أن أرحم كل أم متوفية وأشفي كل أم مريضة، وبارك يا رب العالمين في عمر الأمهات جميعا. وأيضا استغل الفرصة بأني أيضا أقدم التحية لمستمعتنا الدائمة، والدة زميلتي آمنة العلي. أم آمنة، أقدم لك التحية وأقول كل عام وأنت بصحة، وكل عام وأنت بعافية وأيضا بسعادة دائمة يا رب العالمين. مستمعينا الأعزاء، أرحب بكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي، وعبر أثير إذاعة نور دبي عفوا، وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام. وقبل لا نبدأ، أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معي اليوم، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وفي الإخراج مخرجتنا المتألقة الأخت منى محمد، وأيضا مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. ودائما من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600-551-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ومثل ما عودناكم دائما أول فقرة من فقرات البرنامج فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم تحت عنوان حموضة الفم خطر قد يهدد الحياة. وفقرة السوشيال ميديا دائما ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي والصفحات الأخرى ذات العلاقة، ومعها المستجدات مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي بتكون إن شاء الله قريبا. وفقرة التغذية اليوم مستمعينا تحت عنوان نقص الفيتامينات ومشاكله وعلاجه، وبنتعرف على هذا الموضوع، وأيضا بنعرف نبذة عامة عن الفيتامينات وأهمية الفيتامينات للجسم وأنواع الفيتامينات أيضا مستمعين الأعزاء، وكيف أنه يعني مفيد لجسم الإنسان وأيضا لحماية الخلايا أو خلايا الجسم من التلف. وفقرتنا الأخيرة لهذا اليوم تحت عنوان أيضا التعليم عن بعد وزيادة الوزن لدى الأطفال، وبنتعرف أكثر عن أهمية الحركة وممارسة النشاط الرياضي أو النشاط بشكل عام للأطفال، وبالأخص أثناء فترة العمل أو التعليم عن بعد. أيضا بنتعرف أيضا على المشاكل أو المشكلات الصحية التي يمكن أن تنجم عن قلة النشاط والتغذية غير السليمة وزيادة الوزن لدى الأطفال، وأيضا عن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي في هذا الجانب عن طريق طب الأسرة. دائما مستمعينا الأعزاء نرحب بتواصلكم، بإمكانكم التواصل معنا على الأرقام 600-551-14
14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006 وبإمكانكم يعني الحديث مباشرة سواء عن موضوع التعليم عن بعد وزيادة الوزن للأطفال مع الدكتورة عفرة جمال أهلي طبيب أخصائي أول في قطاع الرعاية الصحية التخصصية أو مع الأستاذة سهى نوفل أخصائي أول في التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي عفوا عن موضوع نقص الفيتامينات ومشاكله وعلاجه. ننتقل مستمعينا إلى فقرة السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحتم الله بالنور والسرور أخي عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحت أختي أسماء بالنور والعافية. اليوم عاد اليوم العالمي للأم، ما أقدر يعني أهنيك. نهني جميع الأمهات، إن شاء الله جميع الأمهات ومستقبلا أختي أسماء إن شاء الله. ناخذ أول شيء جميع الأمهات في هذا اليوم المميز، ونتمنى من الجميع أن كل شخص يرسل مسج أو يتواصل مع أمه أو فويس كول حسب المقدرة، لكن لا تنسون هذا اليوم أمهاتكم من هذا اليوم. أيضا كان يوم الجمعة يصادف يوم النوم العالمي، الحمد لله هو صادف يوم الواحد يقدر ينام فيه، فوضعنا بعض النصائح يوم الجمعة عن يعني هل أنت فعلا تنام بشكل صحيح. يعني أحيانا الواحد أخوي عبد الله يمكن ينام 7 ساعات في يوم، لكن هل هي 7 ساعات تعتبر أنه نوم؟ أو في واحد يقول أنه طول يومي نايم، بس هذا غلط يعني. فحطينا مجموعة من النصائح كانت حلوة صراحة والناس وايد حبوها. أول شيء عدد الساعات النوم التي يحتاجها الجسم حسب العمر، من مرحلة يعني الولادة حتى المسنون، كم ساعة يحتاجها كل شخص، ولازم واحد يحرص أن ينام هاي العدد من هذا العدد من الساعات. غير هذا شاركنا أيضا اضطرابات النوم الأكثر شيوعا وشو هي، وبعض العادات أن تضمن جودة النوم. جودة النوم وايد مهمة، صحيح. وأهم شيء أهم شيء نحن دائما يعني نشوف في بيوتنا أن اللابتوبات والتليفونات كلها على السرير، واحد يذاكر ويشتغل ويدرس ويأكل ويشوف الأفلام كلها على سريره، لكن من النصائح جدا مهمة أن يكون السرير مخصص للنوم، صحيح. أيضا كنا حاطين أيضا نشرة وايد كان فيها تفاعل، اللي هي أعراض نقص الفيتامينات لدى النساء. في مجموعة من الفيتامينات وايد تأثر إذا كانت على المرأة إذا كانت ناقصة، من ضمنها فيتامين دي، المغنيسيوم، الكالسيوم، البيوتين، وفيتامين B12 والحديد. يعني هذا الفيتامينات يأثرون بشكل وايد كبير عند المرأة إذا كانت ناقصة. أيضا نحن دائما ننصح يعني الأفراد إن في يعني هيئة الصحة توفر خدمات الفحص الدوري، دائما أتي إليهم من الفحص الدوري. يعني بالنسبة لي أنا أسويها كل رمضان، لكن دائما الواحد ما يفحص الفحص الدوري. هي خدمة تقدمها هيئة الصحة بدبي في مراكز الرعاية الصحية الأولية حسب العمر، يعني الواحد يروح حسب العمر يطلب الفحص الكشف الدوري، يسألون عن عمارة الفاميلي هيستوري، بعدين يحددوا له الفحوصات اللي هو يحتاجها في المركز. فهي من الخدمات الجدا مهمة. وأيضا ذكرنا جميع خدمات هيئة الصحة من خلال المواعيد المسبقة، سواء من خلال تطبيق هيئة الصحة أو من خلال رقم المجاني 8342. أيضا بالنسبة للتطعيم هيئة الصحة تستهدف، ما زلنا نحن في مرحلة ثانية من حملة التطعيم في هيئة الصحة، وهي الفئات اللي تم دائما أكد عليها في قنوات التواصل الاجتماعي. طريقة الحجز أيضا من نفس الطريقة اللي هي 8342 أو من خلال رقم المجاني مراكز هيئة الصحة، ما فيها خدمة الحضور بدون موعد، كلها عن طريق المواعيد. تقريبا هاي الأشياء الرئيسية في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والعافية ويوم أحد مميز، يوم أم سعيد. وشكرا لك زميلتي الأخت أسماء الجناحي، ونتمنى إن شاء الله لك التوفيق والنجاح وأيضا بداية أسبوع موفقة إن شاء الله. قبل لا نطلع الفاصل مستمعينا الأعزاء، أيضا مستمعتنا الدائمة الأخت منى محمد شريف تقول كل عام وجميع الأمهات بخير وبصحة وعافية، وأيضا تقول بأن هناك دراسات حول موضوع كثرة النوم دليل على الحزن.
شكرا مستمعتنا دائما منى محمد شريف، وشكرا لتواصلك ايضا مع برنامج البرنامج يعني برنامج صحه دبي، برنامج صحه وسعاده. قبل ان نطلع مستمعينا الاعزاء الفاصل، بيكون ان شاء الله فقرتنا الثانيه فقره التغذيه، واليوم تحت عنوان نقص الفيتامينات ومشاكله وعلاجه، وبتكون معنا ضيفة عبر الهاتف الأستاذة سهى نوفل، أخصائي أول التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. وبإمكانكم التواصل على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لنطلع الفاصل أيضا، الأخت منى تشكرنا على البرنامج الحلو والمفيد، وعبر عن امتناني تقول العظيم لأن كان عندي فرصة أن أعيش في دولتكم العظيمة، دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها العظيم. شكرا لك أختي منى محمد الشريف، ونحن أيضا سعداء بمتابعتك دائما لبرنامج صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء نأخذ فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعين على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرة التغذية اليوم تحت عنوان نقص الفيتامينات ومشاكله وعلاجه. ومثل ما تعرفون مستمعينا الأعزاء بأن تلعب الفيتامينات دورا مهما في بناء الجسم، وأيضا في حماية الجسم من الخلايا من التلف، وأيضا تساعد الجسم وبالتحديد الجهاز المناعي في مواجهة الأمراض. لذلك يبقى الحاجة إلى الفيتامينات قائمة وضرورية لكل إنسان على اختلاف الأعمار، وبالتالي فإن نقصها أيضا مستمعين الأعزاء، نقص الفيتامينات في الجسم يسبب العديد من المشاكل الصحية. للحديث حول هذا الموضوع يشرفني تكون معنا اليوم الأستاذة سهى نوفل، أخصائي أول التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. الأستاذة سهى صبحت الله بالخير والنور والعافية. الأستاذة سهى صباح الخير. صباح السرور. الله يحيي. نعم معك أستاذة نهى، صباح الخير. صباح الخير. أستاذة سهى صوتك مش واضح، يعني أنت تقلين مكان يكون أوضح أو أنك تشلين السماعة من فضلك. أيوة صباح النور والسرور أخ عبد الله. الله يحييك. هي نعم. أستاذة سهى، نحن اليوم إن شاء الله حديثنا معاك عن أهمية الفيتامينات ومشاكله وعلاجه. نحن ذكرنا في البداية بأن الفيتامينات تلعب دور مهم في بناء الجسم وأيضا في حماية الخلايا، خلايا الجسم من التلف، فحابين تعطينا نبذة عامة أستاذة سهى عن الفيتامينات. بداية نشكرك أخ عبد الله على هذا التقديم الرائع، لأنك لخصت بصراحة أهمية هذه الفيتامينات. الفيتامينات هي عبارة عن مغذيات عضوية. مغذيات عضوية، كلمة مغذيات عضوية لحالها تعطيك انطباع إنه الإنسان يجب أن يحصل عليها من المصادر الخارجية، يعني والمصدر الرئيسي لهذه الفيتامينات هو الغذاء. إذا هي مغذيات بيحتاجها الإنسان للعديد من الوظائف الحيوية في الجسم. الفيتامينات بيحتاجها الإنسان كمنظمات للهرمونات، كمنظمات للأنزيمات، وتحفز الأنزيمات في الجسم للقيام بالعمليات الضرورية لعمليات النمو، لعمليات التمثيل الغذائي. الفيتامينات تعتبر مضادات أكسدة، إذا هي برضو مهمة جدا في رفع جهاز وتقوية جهاز المناعة، تعمل في ضد الالتهابات. الفيتامينات مهمة جدا في عمليات النمو، في ترميم الخلايا، في نمو الخلايا في الجسم.
إذن مع أن الجسم تحتاج هذه كميات قليلة إلا أنها دورها كبير جدا وفعال في جسمنا والعمليات الحيوية القائم عليها هذا الجسم. نعم. لو حكينا عن هاي الفيتامينات هي صح مضبوط هي 13 فيتامين لكن أهميتها زي ما حكينا بالغة. هل ممكن أنا ألاحظ أنه عندي نقص في الفيتامينات؟ نعم أنا ممكن ألاحظ في عنا علامات أو مؤشرات تدل على وجود نقص في هاي الفيتامينات عند هذا الإنسان. الإنسان مثلا اللي متعرض دائما لعدم قدرة على التركيز، تشفق في الشفاه، قلق مستمر، أرق، هذا بدل أو بيعطيني كمؤشر أنه أنا هذا الشخص عنده نقص في فيتامينات ب، فيتامينات المجموعة ب. إذا إنسان عنده تقرحات في الفم، عنده ضعف في البصر في الليل نسميه إحنا العشاء الليلي، جفاف وتقشر في الجلد، هذا مؤشر إنه هذا الشخص عنده نقص في فيتامين ألف. الإنسان اللي بيعاني أيضا من آلام العظام، الظهر، المفاصل، هاي كلها مؤشر على نقص فيتامين داد. هل أنا لما بلاحظ هذه الأعراض طبعا وباقي الفيتامينات كل فيتامين عندي له بعض المؤشرات على النقص. لما الإنسان يلاحظ وجود بعض هذه الأعراض عنده مباشرة لازم يتوجه للطبيب، بيجري له الطبيب هذا التحليل يتأكد من هذا النقص، من وجود هذا النقص في الفيتامين. فبالتالي لازم الإنسان ولبين ما يحصل يروح على الطبيب ويحصل على سواء الفيتامين المناسب أو أخصائي التغذية يعطي النصائح المناسبة، لازم الإنسان هو يبلش يعالج نفسه بنفسه. يعني نشوف شو مصادر كل فيتامين في الغذاء، بما أنه مصدره الأساسي هو الغذاء أشوف مصادر الفيتامينات في غذائي وأحصل عليها. يعني مصادر فيتامين ألف اللي حكينا يعاني خاصة العشاء الليلي وجفاف وتقشر الجلد مباشرة، مصادره هي بتجه للمصادر الغنية بفيتامين ألف مثل الخضار الورقية، مثل الأجبان، الكبد والكلاوي، هاي غنية بفيتامين ألف. فيتامين دي نفس الإشي، أهم مصادره عندنا اللحوم، صفار البيض، وإحنا كلياتنا نعرف إنه فيتامين دي كمان جدا جدا مهم في الذاكرة، في عمل الأعصاب، لأنه فيتامين دي بضم لي 7 فيتامينات من تحته، مهمين جدا في بناء خلايا الدم الحمراء، في زي ما حكينا العضلات مهمة جدا، لأن نقص فيتامين مثلا في 3 بيعرض الجسم لضعف في العضلات. ومصادره جدا سهلة، مصادره في اللحوم، مصادره في الحليب، في البيض، تقريبا مجموعات فيتامين دي بأكملها أغلب مصادرها حيواني، في البيض، في اللحوم، في الحليب، في مشتقات الألبان، وأيضا موجودة في المصادر النباتية. فيتامين دال الكل غني، الكل هلأ بيعرف مصادر فيتامين دال، المصدر الرئيسي هو الشمس، لكن بحصل عليه أيضا من غذائي من خلال منتجات الألبان والبيض والحليب. إذا هاي بشكل عام مصادر الفيتامينات. فهل أنا ممكن أحصل على هاي الفيتامينات بشكل دائم؟ نعم، أنت يجب أن تحصل على هاي الفيتامينات بشكل دائم. كل الفيتامينات إحنا بنحتاجها، لا نحتاج والله فيتامين أكثر عن فيتامين، لا، أنت لازم تتناول كل الفيتامينات، لأنه كل فيتامين له طريقة في جسمك يمشي فيها ويعزز من النمو، يعزز من عمل الخلايا العصبية، يعزز من تقوية العظام. إذا هاي الفيتامينات كلها له أدوار رئيسية وأساسية في جسمي، نقصها يؤثر علي، وأيضا زيادتها عن الحاجة الطبيعية بعضها يؤثر علي، لأنه هاي الفيتامينات إذا كانت من المجموعات الفيتامينات الذائبة في الماء اللي هي مثل فيتامين سي ومجموعات دي، هاي لو كان أخذنا شوي زيادة منها تتخلص منها الجسم عن طريق البول، يعني لا تخزن في الجسم. نعم. لكن أستاذة سهى عفوا على المقاطعة، بس عندنا أيضا سؤال أو توضيح من إحدى المستمعات تقول فيتامين البيوتين، ما هو هذا الفيتامين وأيضا أين ممكن يعني الحصول عليه؟ فيتامين البيوتين.
البيوتين. نعم. أوكي. اللي هو طبعا يعتبر يعني حسب علمي يعني نقص الفيتامين البيوتين آثاره مثل ما أنت تفضلتي مثل باقي الفيتامينات فيتامين دال أو فيتامين ألف. البيوتين حسب علمي أن يعني نقص يعتبر يؤثر على تساقط الشعر وهشاشة الأظافر وفي بعض الأوقات تقشر وأيضا واحمرار وظهور بعض الطفح الجلدي على الوجه في بعض الحالات. وإذا كان عندك أي توضيح آخر أستاذ سهى. نعم هو أحيانا بيسموه حتى بي 7 هو من مجموعة الفيتامينات بي هو بيعتبر ضروري أيضا لتصنيع هرمون الأنسولين لتصنيع الأجسام المضادة ويدخل في تركيب بعض الإنزيمات بالإضافة إلى الأشياء اللي حضرتك حكيتها. فبالتالي هو بما أنه بيدخل في تصنيع هرمون الأنسولين إذن بالتالي بينعكس أيضا على عمليات التمثيل الغذائي في الجسم. نقصه طبعا بيكون بسبب عدم تناوله من مصادره الغذائية اللي هي غالبا زي ما حكينا من المصادر الحيوانية. هو متوفر في أغلب الأغذية لكن بتركز أكثر شيء في المصادر الحيوانية. نعم. ممكن يتصنع بواسطة البكتيريا المعوية في الجسم لكن تحتاجه إذا كان الإنسان عنده أي مرض معوي ما بتصنع هذا الفيتامين بالكمية الكافية في الجسم فبالتالي لازم نحصل عليه من المصادر الخارجية لحتى يغطي احتياجاتنا اللازمة. نعم. هذا بالنسبة للبيوتين. قبل لا ننتقل أستاذة سهى إلى محورنا الثاني في الحديث عن نوع معين يعني إذا كنا نبغي نعرف هل في مثلا فيتامينات معينة لفئة معينة من الناس مثلا النساء والرجال أو لا. ولكن بعد ما نرد على استفسار أحد المستمعين يقول أنت تفضلتي بأن الفيتامينات دائما مصدرها من المصادر العضوية فليش نلجأ نحن دائما لأخذ مكملات غذائية أو فيتامينات إضافية إذا كانت يعني ناخذ أشياء غير طبيعية وعضوية علما بأن أنت ذكرتي بأن جميع الفيتامينات ممكن نحن أن نحصل عليها عن طريق الغذاء أو الأمور العضوية. هو سبحان الله أنت سؤال محورك داخل في هذا السؤال. نعم. أنا فعليا إذا أنا تناولت كميات الغذائية احتياجات الغذائية من مجموعات الغذائية بالكامل رح أحصل على مجموعة الفيتامينات اللي لازمني خلال يومي من ضمن برنامجي الغذائي الكامل المتكامل. لكن في بعض الحالات عندك الحوامل الامرأة الحامل تحتاج إلى زيادة في كمية بعض الفيتامينات بسبب الحمل طبعا واحتياجاتها من هاي الفيتامينات بتزيد. صحيح. خاصة بعض الحوامل تعاني مثلا من قلة الشهية أو بصير عندها ما بتتناول نهائيا الفواكه أو بتتناوله باستمرار عندها الاستفراغ. المرضع نفس الشيء بتزيد احتياجاتها عشان عملية الرضاعة. فهاي الناس اللي بتحتاج زيادة في الفيتامينات وبنحتاج انه احيانا نعطيها ندخل عليها هون الحبوب او السبلمنت بنسميها حتى تعزز من هاي الفيتامينات في جسمها. الحالات الاخرى عند الناس اللي عندها بعض الامراض المعينه خاصه امراض الجهاز الهضمي اللي بيكون صعب فيها امتصاص لهاي الفيتامينات او انها تحلل الفيتامينات بالشكل الصحيح اللي انا بدي اياه ويدخل في العمليات الحيويه في الجسم. الناس اللي عندها برضه البكتيريا اللي في أمعائهم نشاطها قليل أو بسبب تناول العديد من الأدوية هاي البكتيريا النافعة في جسمنا بتبطل تشتغل بالشكل المطلوب. فهاي بس زي ما حكينا هلأ السؤال اللي كان وراء هاي بتصنع اللي هي البيوتين جزء من البيوتين يصنع من هاي البكتيريا. ففي هاي الحالة بضطر أخذه على شكل سبليمنت أو أسعى إني أزيد من مصادره في الغذاء. فبالتالي في ناس فعلا تحتاج انها تاخذ هاي المصادر اللي هي السبلمنت او الحبوب المقويه اللي بتعطيني احتياجاتي من الفيتامينات اللي انا ما حصلتها بسبب مرض معين او بسبب احتياجاتي كشخص كأم مرضع ككبير بالسن اكله قليل جدا فبحتاج ادعم له الاكل بهاي الحبوب حتى يحصل على احتياجاته. صحيح. الأستاذة سهى نوفل أخصائي أول التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي شكرا لك الحقيقة على وقتك وأيضا شكرا لك على هاي المعلومات المفيدة حول موضوع نقص الفيتامينات ويعني مشاكله وعلاجه. كل الشكر والتقدير لك.
مستمعينا الاعزاء بناخذ فاصل، وبعد الفاصل فقرتنا الثانيه عن خدمات هيئه الصحه بدبي، واليوم ايضا يعني فقره حيويه وعنوان مهم التعليم عن بعد وزياده وزن الاطفال، وبتكون معايا ضيفه الدكتوره عفره جمال اهلي، الطبيب اخصائي اول في قطاع الرعايه الصحيه الاوليه بهيئه الصحه بدبي. فاصل وراجعين. صحه وسعاده. مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم مره ثانيه في برنامجكم الاذاعي اليومي صحه وسعاده. برنامج صحه وسعاده تقدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اثير اذاعه نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم مستمعينا على الارقام 600551414 وعلى الرسائل النصيه القصيره SMS 4006. وننتقل الى فقره خدمات هيئه الصحه بدبي اليوم تحت عنوان التعليم عن بعد وزياده وزن الاطفال. ومثل ما تعرفون مستمعينا الأعزاء، ومن بين الإجراءات الاحترازية والوقائية من كوفيد-19 يأتي طبعا التعليم عن بعد، وهو خطوة بالغة الأهمية في حماية طلبة المدارس من فيروس كورونا والمجتمع المدرسي بشكل عام، ومن يعني بشكل عام وبكل العاملين فيه والمنتسبين إليه. وهذا الإجراء طبعا من دون شك مستمعينا نجحت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذه في ضوء البنية التعليمية والتقنية القوية التي تتميز بها دولة الإمارات، لكن ومع قلة حركة الطلبة أثناء التعليم عن بعد والبقاء في المنزل لفترات طويلة، ومع بعض من العادات الغذائية الغير صحية والسليمة، يأتي ذلك إلى زيادة وزن الأطفال أو السمنة. حول هذا الموضوع يشرفني أن تكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة عفرة جمال أهلي، طبيب وأخصائي أول في قطاع الرعاية الصحية الأولية. دكتورة عفرة، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور والسرور. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والسرور. دكتورة، حول موضوع التعليم عن بعد، لو تحدثينا في البداية عن أهمية الحركة وطبعا أهمية وممارسة النشاط حتى لو كان في البيت بالنسبة للطلبة. طبعا مثل ما شفنا نحن في الفترة الأخيرة بالذات مع الجائحة، وايد من الأهالي بسبب الخوف من الإصابات بكورونا اعتمدوا التعلم عن بعد، ولربما في البداية كان إجباري على جميع الناس أنهم يتخذون هذا الإجراء. اللي صار أن الأطفال طول اليوم تلقاهم بثمان ساعات تبع ساعات إما على الكمبيوتر أو على الآيباد، بس صار صحيح. عندهم مثل ما نقول easy access على المطبخ أو على الأشياء اللي تكون موجودة على الطاولة، على الطلبات. فتلقى الياهل مثلا حاضر الدرس الأول قدامه وجبة، بين الدرس الأول والثاني في وجبة ثانية، وكلها تكون عبارة عن سناكات خفيفة. لكن أنت لو تي تحسب مثلا كمية الكالوريز اللي تكون فيها لربما تكون كثيرة، ونوعية الأكل هذه كيف تكون؟ هل هي مثلا مكسرات فواكه خضار ولا أشياء عبارة عن نشويات ودهون؟ فنحن لازم نركز على هاي الأشياء اللي هي عبارة عن أشياء مهمة جدا، نحن لو بس نشوفها ونركز عليها لربما تفاديناها. صحيح دكتورة. الشيء الثاني بعد اللي حصل، يعني تلقى الطفل الحين طول اليوم على الآيباد، بعد ما يخلص يقول لك ترى لا أنا كنت ألعب، أنا كنت أشوف الدرس هذا أو حضرت الحصة الفلانية، بس الحين يا وقت اللعب. فأنت تبغي تكافئ مثلا لو بنص ساعة ساعة، المكافأة هي كيف تكون؟ عيال الحين كلهم يبغون آيباد أو يبغون الإلكترونيكس بمعنى آخر، تلفزيون آيباد، ففيها بعد قاعدة. تلقى وايد من الناس يتغاضون عن حصة الرياضة أو البي إي في المدارس الخاصة، تكون موجودة مثلا أما في بداية اليوم أو آخر اليوم، ولدي غامضني اليوم أنا ما بوعيه، ليش؟ عنده حصة رياضة ما عليه، هو لاحق على الحصة، حصص الأونلاين اليوم. هاي الأشياء وايد نحن نسمعها سواء كنا نحن في بيوتنا أو من أهالينا، فوايد مفروض نحن نركز على هاي الأشياء. في فترات معينة تنحط بين حصة وحصة، هاي الخمس دقائق ترى جدا مهمة، أخلي الياهل يدور يركب، ترى فيها يفرغ طاقة وهذا شيء جدا مهم. ونحن بتفريغ الطاقة هذه نركز على أشياء ثانية، منها عصبية الطفل أو اللي نسميها التمبر تانترمز اللي موجودة عندنا في البيت، أو نفسية الطفل تتغير. صحيح، جدا شيء مهم هذا. بعدين ما أبتدي بس من الطفل، المفروض أنا أكون قدوة الطفل هذا في البيت. إذا كنت سواء أنا كنت عن بعد ولا أنا شخص أداوم، أخصص يوم لو كانت نص ساعة، نص ساعة حركة،
يعني الحين الأشياء الحركة منتشرة بكثرة، الله يخلي يوتيوب اللي نحن نتكلم عنه. في حصص تقدر تشغلها، يعني مثلا الأم مع بنتها، في كلاسات زومبا تقدر تسويها، أكتيفيتيز ممكن نحن نشتريها، ألعاب معينة نقدر نتخذها، ألعب تنس مثلا مع عيالي، في كرة قدم أنا يعني ممكن أتخذ هاي النوع من الحركة أني ألعبها مع ولدي، وايد أكتيفيتيز أنا ممكن أتخذها كمكافأة للطفل خلال اليوم. صحيح. ما يعني بس إذا أنا تعليم عن بعد أجلس في البيت ولا أجابة للحصة الفلانية، ترى هو يوم متعب، يوم شاق، أنا جربته، ممكن أنتوا جربتوا، وايد من المستمعين جربوا، جدا شاق ومتعب، أنت تبغى تفرغ طاقة الطفل هذه، فأنا لازم أتخذ الشيء اللي يحبه طفلي هذا وأخيط اللبس على قياسه. يحب الكرة تسوي له كرة، يحب اللعب أو الركض ممكن، يعني في عندنا نحن حكومة دبي وحكومة الإمارات بشكل عام قامت تحث الناس على أنهم يشوفون لهم حركة معينة في اليوم. مثلا الناس اللي ساكنة في أماكن قريبة من الممشى، عندك ممشى الخوانيج إذا كان قريب من بيتك، وعندك ممشى الصفا إذا كان قريب من بيتك، في وايد أشياء حوالينا. صحيح. نحن المفروض نتخذ هاي خطوة، بما أن الحكومة بادرت فيها، أنا كشخص أو كمواطن ساكن في هاي الدولة المفروض بعد أمشي وياهم. نعم. دكتورة عفرة، عندنا أيضا مداخلة من الأخت أم أحمد تقول تتمنى أن الحلقات السابقة أو الحلقات القادمة عفوا تكون عن موضوع يعني النمط الحياة أو زيادة الوزن لدى الأمهات، لأن تقول أن إحنا أيضا يعني وجود الطفل في البيت معناته أنه لازم أيضا الأم تكون معه يعني يالسة وتعلمه ساعات يعني طويلة في اليوم مثل ما ذكرتي دكتورة. فإن شاء الله أم أحمد بنسق مع الدكتورة عفرة إن شاء الله أن يعني الحلقات القادمة تكون أيضا يعني في هذا الصياغ. دكتورة عفرة، لو نتحدث معك عن، أنت ذكرتي بأن يعني الساعات الطويلة اللي ممكن يكون الطفل مع الأم يعني بخصوص التعليم عن بعد، لو نتحدث عن العادات الغذائية أو الأنماط الحياتية اللي تسبب في زيادة وزن الأطفال، ونحن مثل ما نعرف دكتورة بأن دائما يعني قلة الحركة وكثرة الأكل وبالأخص السناكات واللي فيها دائما نسبة السكريات والدهون مرتفعة، طبعا أكيد تؤدي إلى زيادة الوزن، وأيضا ممكن الزيادة هاي توصل إلى مرحلة السمنة، ودائما نعرف بأن السمنة هناك وراها طبعا الكثير من المشاكل الصحية. أكيد أنا راح أتكلم عن هذا الموضوع من منطلقين، منطلق كوني أنا أم، ومنطلق ثاني أنا طبيبة وأواجه هاي المشكلة عندي في بعض الأحيان في العيادة. كوني أم قمت أشوف مثلا بنتي لما تجلس تحضر حصتها تقول لي ماما أنا يوعانة، زين انا المفروض اشوف او انتقي نوعيه الاكل اللي ممكن الطفل هذا ياخذها. صحيح. زين لو نحن نرجع للسابق شوي، وقت المدرسه يكون عندهم وقت معين حق السناك مثلا او الريوق، تلقاهم حاطين لك الساعه 10، الطفل هذا مثلا ممكن ياخذ ربع ساعه بريك ياكل فيها شيء خفيف، وعندهم بريك ثاني هو وقت الغداء الساعه 1 افتراضيا. لكن لو ترجع للبيت وطول اليوم بريك أو من حصة لحصة يكون بريك، فالطفل تحس بطبيعة الحال يوعان، أو كل ما شاف مثلا ثلاجة أو كان قريب على المطبخ يبغي هذا الشيء. أنا لاحظته وايد من الأمهات يمكن لاحظوا. وفي شيء ثاني بعد لاحظنا لربما كان شوي على الأطفال الأكبر، اللي هو يكون عندهم سرعة الوصول حق مثلا إذا بتصل أنا حق الدكان أو بطلب الشيء الفلاني أنا كان خاطري فيه. دليفري. طبعاً الحين أيوة دليفري. الشيء الثاني يعني. طبعاً مو دعاية يعني، ولكن تعرف الحين طلبات دليفري وزومات وغيرهم طبعاً الكثير. ما شاء الله اليها صاروا أحسن عنا نحن في الطلبات هذه. حتى لو سندويتش وحدي وصلون دكتورة هالأيام. هي أيوة بالضبط هاي توصل يعني لو كانت حتى عفوا يعني 10 درهم توصلك للبيت يعني خلال كم ربع ساعة 20 دقيقة. نعم. فهني أنا أوعي نفسي وأوعي عيالي، يعني هذا شيء جدا مهم، ما يعني أنا أحط لكم إيزي أكسس بمعنى أنتوا راح تطلبون في كل وقت، لا هذا شيء جدا غلط. إذا ما علي أنا بعد برتب لهم الجدول، أول ما ينشون الصبح مثلا أنا بعطي الطفل هذا خاشوقة عسل، تعرف العسل لو كانت خاشوقة واحدة ملعقة واحدة في اليوم الواحد هي فيها ممكن تشبع الطفل، يستغني مثلا عن ساعة ولا ساعتين من الأكل. إذا بيبتدي يوع أول بريك أنا ممكن أعطي مثلا نوعية معينة من المكسرات طبعا غير المحمصة، أنا ما أتكلم من ناحية الغذائية، ممكن حد من الأخصائي التغذية ينصحونا فيها أكثر، ولكن أنا من منطلق أن هذه خبرة المفروض أرتب جدول الطفل هذا. صحيح. بعد ساعة أو ساعتين شوية مكسرات شوية فواكه، لين ما يجي وقت الغداء خلاص وقت الغداء هذا هو وقت الغداء، أنا بحط الغداء وما في غيره. وقت الغداء مثلا عندي إياها من واحدة لين سنتين اللي هو وقت بريك المدرسة ما في غيره،
لا تلقى الطفل بيتغدى في وقت الغداء وبعدين يجي في وقت غداء العائلة. إذا نحن نبغى وقت غداء العائلة خلاص نركز إن الطفل هذا في هذا الوقت بياخذ له مثلا وجبة جدا صغيرة، أو مثلا ممكن يشرب له قلاص حليب قلاص لبن، هاي الأشياء بعد أتنقى فيها نوعية، النوعية اللي تكون مثلا قليلة الدسم أو قليلة السكريات إذا كانت عصائر. إذا بعتمد على العصائر فالأفضل أني أعتمد على العصائر اللي أنا أسويها في البيت ما أشتريها من برا، لأن معظم العصائر اللي أخذها من برا يكون فيها إضافات، اللي بيضيف فيها آيس كريم واللي بيضيف فيها سكر واللي بيضيف فيها أشياء ثانية نحن في غنى عنها. نعم دكتورة عفرة الحقيقة يعني كلامك جميل، وأتمنى إن شاء الله يعني من الكل أن أيضا يكون حريص ويكون عنده وعي وثقافة كبيرة بالنسبة لي يعني كيف يدير هاي الثمان ساعات أثناء الدراسة عن بعد، لأن فعلا دكتورة نحن نلاحظ هالأشياء يعني فترة وقت الغداء تلقين يعني حاطين الوجبة الأساسية للغداء ولكن تشوفين ما حد في البيت من العيال اللي هم على الدراسة، يقولك والله خلاص خلصت الدراسة ورقدوا، لأن أثناء فترة الدراسة طبعا يعني كلوا كل اللي يبونه سواء سناكات أو سندويشات، فخلاص أصبح شبعان يعني ما يحتاج إنه يجلس على الوجبة الرئيسية إنه يأكل وجبة رئيسية. فهاي أيضا نصيحة نحن دكتورة أضم صوتي مع صوتك أيضا ننصح الجميع بأنه يكون عندهم هاي الثقافة إنه كيف يديرون الموضوع التعليم عن بعد بحيث إنه ما يوصل الطفل يعني لا الطفل ولا الأم حتى يوصلون لمرحلة سواء زيادة في الوزن أو السمنة. دكتورة ننتقل معك إلى فقرة ثانية أو يعني حديث آخر قد يكون يعني أيضا جانب مهم بالنسبة لحديثنا معاك اليوم عن المشاكل الصحية المصاحبة لزيادة الوزن عند الأطفال على وجه التحديد وكيف ممكن أن الواحد يتفادى هاي المشاكل. بخصوص المشاكل اللي تكون مصاحبة للأزمة اللي احنا مرين فيها خلال الفترة الأخيرة اللي هي التعلم عن بعد وعدم انتظام الوجبات اليومية وقلة الحركة، طبعا هذه كلها عوامل بيئية بخلاف العوامل الجينية اللي أصلا نحن نكون مولودين فيها. يعني أنا ما أعرف الباكغراوند أو خلفية الأهل كيف هي، مثلا إذا كان عندك مثلا أم أو أب عم أو عمة فيهم سمنة سكر ضغط أو مشاكل صحية ثانية، هذه كلها عوامل، فالعوامل البيئية تشتغل مع العوامل الجينية وتسبب لنا نحن المشاكل اللي نحن ممكن نكون في غنى عنها. أول شيء يصير عندي أنا اللي هي تقليل عملية الأيض في جسمي. شو يعني تقليل العملية الأيضية في الجسم؟ معناته أنا ما قاعد أحرق الدهون، معناته أنا ما قاعد أحرق السكريات اللي أنا أخذها، يعني أنا أخذ في المقابل ما في حرق، يعني تأخذ وما تعطي. فهاي نقطة مهمة جدا. تقليل عملية الأيض شو تسبب؟ تراكم دهون، تحول النشويات إلى سكر ودهون في الجسم. مع الأيام مع الزمن يصير أنا عندي زيادة في الوزن. زيادة الوزن هذه عبارة عن خط أحمر تخليني أنا أدخل أو أواجه شيء اسمه سمنة. طبعا زيادة الوزن مراحل والسمنة مراحل، فهاي بوابة إذا أنت فتحتها صعب تبتدي تسكرها وتحتاج أنت عليها إرادة عشان تسكرها. فبمجرد ما أنا أدخل في زيادة الوزن والسمنة أكون أنا كشخص عرضة أني أصاب بارتفاع ضغط الدم. ترى هذا ما ينطبق بس على الكبار، موجود في الأطفال، حتى للأطفال صح دكتورة. ونحن ما عندنا الوعي الكافي أن نحن نفحص أو نتابع الطفل هذا. هاي الأشياء تبتدي من عندي أنا في البيت، فأنا لازم وايد أكون مركزة على هاي الأشياء. أنا ما أحتاج السمنة وزيادة الوزن لأنها تفتح علي باب ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع السكر واللي نحن قمنا نلاحظه بشكل كبير في المستشفيات والعيادات. عندنا بعد هاي الأشياء تأثر على نفسية الطفل، تسبب له اكتئاب ومشاكل نفسية. يعني السمنة اليوم شو تسوي لهم لما يرجعون المدارس؟ نحن نسميهم بولينج أو التنمر. يعني هاي الأشياء موجودة واقع في مجتمعنا، نحن كنا في غنى عنها وما نبغيها تكون موجودة، فأنا المفروض أحافظ على أساس أني ما أوصل لهاي المرحلة. فهاي المشاكل نحن كلنا ممكن نحلها بالتجمعات الأسرية بأشياء يعني نحاول نخليها تكون منتظمة فيما بيننا. أبتدي أنا كأم أو كأب مثلا برياضة معينة أسحب عيالي فيها، أشجع عيالي عليها، يكون عندي مثل ريورد سيستم أو نظام المكافآت في البيت. أنت سويت أنت بتحصل، لازم أنت تجمع النقاط هذه عشان أنت توصل للمرحلة هذه. أنا أكون الداعم الأول والأخير لعيالي، أو أنا أكون الداعم الأول والأخير لعائلتي. فهاي النقاط جدا مهمة ولازم نركز عليها في البيت.
نعم، دائما يظل دكتورة عفرة الجانب التوعوي للأم بالأخص يعني، والأب أو الأسرة يعني دور حيوي ومهم في موضوع يعني الحفاظ على صحة الطفل والحفاظ على أيضا وزنه. دكتورة نحن مرات نسمع يعني مثلا الأم تقول والله أنا ما أشوف إنه ولدي يعني زايد وزنه، علما بأن يمكن الناس تشوف إنه يعني ما شاء الله زايد وزنه، تقول والله لا أنا أحب إني أشوف ولدي في هذا الوزن. طبعا يعني أكيد يعني مستقبلا بتتراكم عليه بعض المشاكل ومشكلات الصحية مثل ما ذكرتي دكتورة عفرة، وبأخص يعني السمنة، وأيضا بيلحق طبعا الكثير من الأمراض. فشو تنصحين دكتورة في هذا الجانب؟ وأنت ذكرتي في البداية بأن لابد أن يعني إذا شافت الأم أن الولد يعني بدأ يزيد وزنه أقل شيء يعني لخبيرة التغذية، أخصائي التغذية أو طبيب الأسرة لإعطاء بعض النصائح على أساس أن الطفل ما يوصل إلى مرحلة يعني السمنة اللي هي تكون خطرة على صحة الطفل. في شيء، في نقطة مهمة أنت ذكرتها اللي هي أنا أشوف أنا ولدي طبيعي، أو مثلا إذا زاد وزنه بمعنى أنا أشوف أن لا هذا شيء صحي، أو الأهل بالذات القدامى يعني مثلا الحين الجدات والأجداد يشوفون أن كل ما زاد وزن الطفل كل ما كان أفضل، وإذا شافوا ضعيف يقول لك ليش أنتم ما تأكلونه. أيوة هي أنتم تهتمون فيه، هذا الكونسبت يعني جدا جدا خاطئ. المفروض نحن اللي نحن نوعيهم على هذا الشيء، أن كل ما زاد وزن الطفل كل ما كانت المشكلة أكبر. صحيح. طبعا أنا أحب أني أوعي كل الأمهات والآباء من هذه الناحية، حتى لو كنتي أنت خالة الطفل هذا، عمة الطفل هذا، خالة، عمة، أي كان، الصدق يعني من أنت تلاحظ المشكلة هذه ما فيها شيء ترك إذا نصحت. صحيح. والنصيحة يعني تغنيك عن وايد أشياء. ابتدي يعني كلمة طيبة بكلمة حلوة، يعني الطفل هذا أنا قد ألاحظ مثلا وزنه زاد أو حركته قلت، مثلا استخدامه للأجهزة الإلكترونية زاد عن حده، ممكن هذا يأثر عليه سلبا. زين انت كأم او اب ليش ما تحاولون مثلا تروحون تسألون طبيب أسرة؟ طبعا الحين خدمات طب الأسرة متفرعة كثير، حتى الأونلاين موجود، يعني ما في عذر للشخص يقول انا ما بسير، انا ما بسأل، انا ما عندي وقت. صحيح. انت لازم تطلع لك الوقت، ترى الحين الكونسلتيشن كلها والاستشارة كلها ما تعدي ربع ساعة، يعني كم راح ياخذ من وقتك اذا انت كنت أونلاين؟ ما تبغى تاخذ المسافة من البيت للعيادة، ممكن نسوي لك اياها اونلاين الكونسلتيشن هاي. بس في اجراءات ثانيه نحن بعد نحتاجها. اوكي، بسوي لك الكونسلتيشن اونلاين، الاستشاره هاي تكون موجوده، انصح الطفل هذا او انصح الوالدين انا تراني محتاجه اخذ وزن الطفل، طول الطفل. صحيح. وفي شيء نحن نسويه الجروث تشارت، او اللي هو جدول نمو الطفل بالنسبه لعمره، بالنسبه لجنسه، سواء كان ولد او بنت. طبعا كل واحد اختلافه. نعم. فيبين عندي على طول أنا هذا الطفل واصل لأي مرحلة. ونحن طبعا ما نحب نشوف الطفل فوق 85% من معدل الوزن حول العالم. طبعا كل دولة لها معدلات خاصة، أو كل أمة لها دول معدلات خاصة، يعني هذا بس يعطيني أنا إنديكيشن أو مثلا منبه يقول لي مثلا شوف الطفل هذا وصل 85% من المؤشر، فأنا لازم أنصح أو أتخذ الإجراء من الحين قبل لا يوصل لل 90 و 95%. فيوم يشوفني أنا كطبيب أسرة أقيس له ضغطه، أقيس له هاي المعدلات، ممكن أني أنا أحوله على التغذية. طبعا نبتدي مع التغذية. التغذية تقول مثلا تبتدي مع مدة شهر، شهرين أو 3 شهور كماكسيمم، نشوف هل يحصل تغير ولا ما يحصل تغير. ما حصل تغير معناته ممكن الطفل هذا عنده مشكلة طبية، مش بس مشكلة مع الأكل. في هاي الحالة أنا كطبيب أتدرج وأروح أفحص، نسوي له مثلا هرمونات الغدة الدرقية، نشوف إذا كان عنده مثلا معارضة مع الأنسولين، نشوف إذا الهرمونات الثانوية الثانية ممكن تأثر عليه سلبا. في وايد أشياء تندرج تحت السمنة أو تندرج تحت شو هي مشكلة ارتفاع الوزن عند الطفل هذه، فأنا المفروض ما أتغاضى عنها، بالذات إذا لاحظت أن الطفل بدأ يزيد عنده وزنه بكثرة في فترة زمنية قليلة، معناته لازم أنه يكون فيه مشكلة. هل هو بس أني أنا فاتحة عليه وبيأكل من كل مكان، ولا معناته هو عنده مشكلة جسمانية، مشكلة بدنية داخلية أنا لازم أفحصها وأتأكد منها. صحيح. هاي جدا مهمة. فطبعا هو يبتدي من الأهل، يروح. صحيح. للطب الأسرة، التغذية، هذا كلها طبعا نحن نكون تيم متعاون مع بعض ونتابع الشخص هذا. صحيح. وطبعا الآن دكتورة عفرة يعني مع توجه هيئة الصحة بدبي يعني علاج الإنسان المصاب بواسطة فريق طبي متكامل اللي هو يشمل طبيب الأسرة،
وأخصائية أو خبير أو أخصائي التغذية ويعني الأعضاء الفريق الطبي المتكامل. طبعا الهدف من اللي هو يعني حماية الشخص المصاب وإدارة حالته من جميع النواحي على أساس أنه ما يوصل الشخص هذا أو الطفل هذا إلى مراحل يعني مضاعفات المرض اللي قد تكون يعني لها تأثير كبير على صحة الطفل. دكتورة في آخر يمكن دقيقتين حابين، طبعا أنت تفضلتي بأن هناك الكثير من الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي في هذا الجانب، وذكرتي بأن هناك يعني الوقت الحالي كثير من البرامج الذكية والتقنيات الحديثة لي يعني مثلا التواصل مع الأسرة لتقديم النصائح أو تقديم يعني المشورة أو الاستشارات الطبية، لو نتحدث في هذا الجانب خلال آخر دقيقتين دكتورة عفرة. طبعا مثل ما كل عارف ان هيئة صحة دبي تسعى دائما للأفضل، ونحن دائما نركز على ان نوفر اسهل الخدمات للجميع بغض النظر عن الشخص، الجنسية او غيرها. ممكن الناس مثل ما قلت لك الفترة الأخيرة يعني يتعرضون يجون العيادة، الخدمات موجودة اونلاين عندنا، نحن خدمة طبيب لكل مواطن، ممكن تتصلون تاخذون عليها الموعد عن طريق تطبيق هيئة صحة دبي، الاستشارة تاخذونها عن بعد، بعدين من بعدها طبعا اكيد الطبيب اللي يكون متواجد معاكم راح ينصحكم بالخطوات التاليه، ولا ربما حتى الفحوصات يقدر يحط لها اياكم اونلاين. ما عجبتني الخدمه هذه او لا، انا احب ان الدكتور اشوفه وجها لوجه. كل المراكز الصحيه فاتحه موجوده على مدار ايام الاسبوع من الاحد الى الخميس، وفي عندنا مراكز صحيه تفتح يوم السبت، وعندنا مراكز صحيه تفتح مده 24 ساعه منها ند الحمر والبرشه، كلها فيها أطباء طبعا عندهم الخبرة الكافية أنهم يشوفون أن الطفل هذا فيه عنده مشاكل صحية خاصة بالوزن السمنة، وكيف يقدرون يحاولون أو يساعدون الأهل والطفل ويوجهونه للطريق الصحيح. يبتدي طبعا كل شيء تحت نعم. الأسرة. دكتورة عفرة للأسف أنه يعني انتهى الوقت البرنامج لهذا اليوم، نحب أن نشكرك الحقيقة على وجودك معنا وعلى معلوماتك القيمة، وأكيد إن شاء الله يعني خلال الحلقات القادمة بنرتب معاكم إن شاء الله مواضيع أخرى وبنتحدث عن هذا الموضوع بشكل يعني دائم ومستمر. مستمعينا الأعزاء، كانت معنا الدكتورة عفرة جمال أهلي، طبيب أخصائي أول في قطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي. شكرا جزيلا لك دكتورة عفرة. ووصلنا مع فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي وعن التعليم عن بعد وزيادة الوزن لدى الأطفال، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، وأتمنى أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات صحية مفيدة. هذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع معايا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، ومخرجينا المبدعين الأستاذ منى محمد وأيضا الأستاذ نمر محمد. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.